وأضاف الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي أنه تم خلال المباحثات الاتفاق على التعاون في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب والتطرف. كما أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدور المعتدل والمتوازن الذي يقدمه الأزهر الشريف لتقديم الإسلام السمح واستقبال الطلاب الأوزبكيين للدراسة في الأزهر. اتفقنا أيضا على أهمية التعاون الأمني والمعلوماتي في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، ودي قضية احنا حريصين على ان احنا نتعاون مع أوزبكستان فيها في إطار ما يمثله هذا الفكر من تهديد للأمن والاستقرار مش بس في بلادنا لكن في العالم كله. واسمح لي هنا في خامة الرئيس مهم قوي ان انا اتحدث على الدور المعتدل والمتوازن اللي الأزهر الشريف بيقدمه من خلال التعليم الإسلام السمح واستقبال الطلبة الأوزبكستان لتعليمهم ذلك.